تحية طيبة لجميع متتبعي ومتتبعات، كنحييكم في هذا الأثناء من أمام مقاهي وجدة. بطبيعة الحال كما كتشوفوا معنا بعض الجماهير الوجدية خارجة فرحانة بانهزام المنتخب الفرنسي بطبيعة الحال. إذا مباراة ريمونتادا بهذا المعنى هذا هي تاريخية، كما شفنا يعني الطريقة ديال السيناريو كيتقلب بطبيعة الحال، يعني جوج تاع الضربات ديال الجزاء المنتخب الفرنسي، وكذلك يعني كما كنشوفوا معايا من هيه جماهير وجدية كانت كتفرج بطبيعة الحال. نحاول نقربكم من الأجواء هنا مدينة وجدة، كنشوفوا الجماهير خارجة من المقاهي، جمهور وجدي واخا قليل، كتشوفوا واحد الحركة بطبيعة الحال. لايف اللي جاي إذن كما كتشوفوا معنا في هذا الشارع عاوتاني غتبنى الحركة أكثر، جماهير كما كتشوفوا معنا جماهير قليلة. إذا حلم ميسي تحقق اليوم في هذا النهائي، اللي كان صراحة واحد النهائي اللي غريب وعجيب، اللي كانت واحد المباراة اللي مشوقة. كتشوفوا معنا يعني الناس أمام المقاهي بطبيعة الحال، مباراة تاريخية. إذن هنيئا ميسي أسطورة ديال كرة القدم بطبيعة الحال، يستاهل يستاهل يعني ميسي واحد العطاء كبير، واحد العطاء حافل، عطاء اللي يعني شي حاجة زوينة أنك تخرج يعني باللقب ديال كأس العالم بطبيعة الحال. إذا كما كتشوفوا هي الحركة كاينة مدينة وجدة، مقاهي الجماهير كتخرج من المقاهي. كان في المقاهي كانوا جوج تاع الاصناف اللي كانوا يشجعوا المنتخب الارجنتيني بطبيعه الحال، وكان اللي كانوا كيشجعوا المنتخب الفرنسي، لكن الاغلبيه كانوا كيشجعوا الارجنتين بطبيعه الحال. اذا المقاهي كما كتشوفوا باقيين تفرجوا شوفوا التتويج. اذا انتم شنو كنتوا باغيين الناس اللي معنا في المباشر بطبيعه الحال، شنو كنتوا باغيين؟ يعني واش المنتخب الفرنسي ولا الارجنتيني بطبيعه الحال؟ اذا حنا كنديروا هذه الجوله ديالنا في شوارع وجده ونشوفوا الاجواء كي دايره. صراحه لا كوب دي موند بلا المغرب باسله، حتى يعني حتى اليوم ما كانش جمهور كبير في المقاهي. جماهير خارجين من مقاهي، الناس اللي كانوا كيتفرجوا كنشوفوا الجماهير خارجين من المقاهي. واخا جماهير قليلة ولكن الناس كانت متبعة المقابلة من الأول حتى الآخر. الجماهير تحرك كل الشارع الاخر، نشوفوا عاوتاني حركه كيف دايره. يعني بزاف تاع الناس اللي كانوا باغيين الارجنتين تغلب، لان صراحه فرنسا بانت ضعيفه بزاف امام الارجنتين. كذلك ما نساوش يعني
الظلم التحكيمي اللي تعرض له المنتخب المغربي، هذه حتى هي من شي حاجه اللي شفناها اليوم وتوضحات. كنشوفوا الشارع هنايا، شوفوا هنا الجماهير هنايا، الجماهير اللي كانت كتفرج في المقاهي. بطبيعة الحال انا في شارع محمد الخامس، حنا دايرين جولة وكنشوفوا الاجواء. نتمنى تبارطاجيو معنا هذا المباشر هذا. اذا مبروك على الارجنتين، الجماهير وجدية، واحد الاقلية اللي كانت تتبع نهائي. شوفوا الحلم ديال المغاربه كبر، ما رضاوش كيخرجنا من الناس في النهائي بطبيعه الحال، وهذه شي حاجه اللي زوينه. طموح بطبيعه الحال، طموح المغربي. شوفوا الجماهير، واحد الناس كتشوفهم كتمشاو في الشارع هنايا، كلهم كانوا كيتفرجوا في المقابله ديال النهائي ديال الارجنتين وفرنسا. اشهر شوارع المدينة، جولة نشوف الاجواء كيف دايرة بطبيعة الحال. و اون ميم طون بصراحة كانت واحد المقابلة اللي شيقة جدا. انا بلومي ميطون قلت صافي كاس ديال الارجنتين. دوزيام ميطون كما كنشوفو تقلبات الامور في اخر اللحظات، اشواط اضافية، سجلوا الثالث، عاوتاني بيلانتي تعادل، مبابي سجل زوج تاع هدف، تاع بيلانتيات بطبيعة الحال. إذن صراحة الكاس عاوتاني انقلبت الآية بطبيعة الحال. لي بيلانتي كما شفتوا فرنسا ضيعات، ضيعات بيلانتيات، يعني ضيعات فرصة ذهبية. لقب ثالث ضاع بين يديهم، هذا اللقب الثالث ديال الأرجنتين مع ميسي الأسطورة اللي كان الحلم ديالو أنه يتوج ببطولة العالم، يعني وينهي المسار ديالو بالاعتزال بطبيعه الحال. اذا تحقق حلم ميسي، مونديال غريب وعجيب صراحه، لا تنظيميا ولا يعني صراحه. عشنا واحد المونديال اللي جامي دلافي عشنا بحال، عشنا بحال بصراحه. نتمنوا الخير ان شاء الله بطبيعه الحال. اذا هذه هي الاجواء في شوارع مدينه وجده في النهائي. شفنا اللقب رجع الأرجنتين، الأرجنتين اللي كانت على بوت باش انه تقرب الآية، ولكن في الأخير ميسي يحقق الحلم بالتتويج ببطولة العالم وإنهاء مساره الكروي بطبيعة الحال في نهاية مشرفة، ويكون يعني من أساطير كرة القدم كمارادونا وبيلي ومجموعة ديال اللاعبين بطبيعة الحال.
عكس رولاندو اللي للأسف كانت النهاية على يد المنتخب المغربي. إلا شتو معايا ولاحظتو حتى الاحترام الكبير اللي كيحترموه اللاعبين. احترام كبير اللي كيحترموه اللاعبين وكذلك حتى اللاعبين يعني باغيين صاحبهم باش انه يتوج باللقب. شوفوا الروح ديال الصدقة والروح ديال كاش حسد ما كانش مجموعة على الأمة. إذن ألف مبروك للأرجنتين، ألف مبروك.